السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. هذه الحلقة نخصصها للحديث عن انتشار وباء إنفلونزا الخنازير في عدد من محافظات البلاد. توفي 3 مواطنين في صنعاء خلال 48 ساعة نتيجة الإصابة بإنفلونزا الخنازير الذي ظهر مؤخرا في صنعاء وبعض المحافظات اليمنية الأخرى. وزير الصحة في حكومة الانقلاب أكد تسجيل 1600 حالة اشتباه بالإنفلونزا الموسمية، منها 48 حالة وفاة، بينها 8 حالات في الشهرين الأخيرين نتيجة إصابتها بإنفلونزا الخنازير. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: أسباب انتشار الأوبئة في المحافظات اليمنية، ودور الحكومة الشرعية والمنظمات الدولية في الحد من انتشار هذه الأوبئة. نشاهد هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. من الكوليرا إلى إنفلونزا الخنازير لا يتوقف عداد الموت في البلاد، فمن الموت نتيجة الصراع بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي إلى الموت بسبب الأوبئة التي اجتاحت عددا من المحافظات اليمنية مؤخرا. إنفلونزا الخنازير، الوباء الذي يشبه في أعراضه الإنفلونزا الموسمية، تمكن بسبب ضعف الخدمات الصحية وشحة اللقاحات الموجودة في المراكز الصحية من حصد أرواح العشرات من المواطنين جلهم من الأطفال. ليست المرة الأولى التي تفشى فيها إنفلونزا الخنازير، فقبل نحو عام أدى انتشار المرض إلى حصد أرواح 33 شخصا، فيما تم تسجيل أكثر من 600 أصابة بالفيروس وفق مصادر صحية. سهولة انتقال الوباء من شخص إلى آخر جراء التعرض للرذاذ المتطاير من المصاب عن طريق السعال أو العطاس أو التلامس بالأيدي دفع الأطباء إلى التحذير من تفشي الوباء المميت، خاصة في ظل عدم قدرة المستشفيات على استيعاب عدد كبير من المرضى. مصادر محلية أكدت أنه على الرغم من التفشي المتسارع لوباء إنفلونزا الخنازير وأوبئة أخرى، تقف المنظمات الدولية موقف المتفرج حيالها، حيث لم تقدم شيئا لوقف ذلك، داعية إياها إلى ضرورة تكثيف حملاتها الصحية لوقف انتشار الوباء الذي يهدد حياة الآلاف من المواطنين. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش، وأرحب بضيفي من صنعاء الطبيب في مستشفى الثورة العام وليد الثوجيري. دكتور مساء الخير. السلام عليكم، مساء الخير لكم جميعا. أهلا بك دكتور. يعني انتشار وظهور مفاجئ وبشكل متسارع لإنفلونزا الخنازير في صنعاء خلال اليومين الماضيين، يعني لو تضعنا حول الأسباب لظهور هذا الوباء وانتشاره بهذه السرعة. نعم دكتور، يعني كنت قد سألتك عن إنفلونزا الخنازير الذي ظهر مؤخرا وخلال يومين في صنعاء وبعض المحافظات المجاورة وانتشر بشكل كبير، لو تضعنا في أسباب انتشار هذا الوباء. نعم أخي الكريم، بالنسبة لإنفلونزا H1N1 والتي كانت تسمى قديما إنفلونزا الخنازير، لم تعد هذه التسمية مقترحة حاليا واستبدالها بالـ H1N1 بحسب الفحوصات المزرعية التي تعمل للمريض. اسمح لي في البداية أن أعرف عن المرض. عبارة عن مرض وصيب الجهاز التنفسي نتيجة عدوى فيروسية يسببها فيروس H1N1. فترة حضانته من يوم إلى 4 أيام، والمصاب بالفيروس يمكن أن ينقل العدوى قبل 24 ساعة من بدء ظهور أعراض المرض وحتى 7 أيام من ظهورها. كما في التقرير شرح بعض الأعراض، من ضمنها السعال الحاد، الصداع، الإفرازات المتقاطعة من الأنف والتهاب الحلق، مثل النزلة البردية، النزلة البرد العادية، غير أن ما يميزها هو ظهور السعال الحاد من بداية الأعراض. بينما الإنفلونزا العادية المتعارف عليها قد ربما يصاحبها سعال وربما لا يصاحبها سعال، وإن صاحبها سعال يظهر في المراحل المتأخرة أو بعد يومين إلى 3 من بداية الأعراض والإفرازات المخاطية والتهاب الحرق وارتفاع في درجات الحرارة. نعم، لكن عن الإحصائيات يا دكتور، يعني هل هناك إحصائيات محددة وأرقام يعني أو عن الحالات التي أصيبت خلال الفترة الماضية والقريبة، يعني خلال اليومين الماضيين؟ تمام. بالنسبة للإحصائية، سأذكر لك الإحصائية خلال نحسبها بالإحصائية بالأسابيع.
ولا نحسبها بالأيام، سأحسب لك الإحصائية خلال 3 الأسابيع الأخيرة والتي أسميناها أسبوع 47 48 49 من عام 2019. إجمالي الحالات المصابة كانت 593 حالة في المحافظات المتأثرة. حالات الوفاة من هذه عبارة عن 26 حالة خلال 3 أسابيع. 26 حالة، نعم، خلال 3 أسابيع 26 حالة وفاة. الأتاك ريت أو معدل الإصابة لكل 10,000 يعتبر 3 من 10، وبالكيس فاتاليتي ريت أو معدل الإماتة لكل 100 نعتبره هنا 4.4. إذا أردت أيضا الإحصائية السنوية من بداية يناير إلى نهاية ديسمبر، سأذكرها لك أيضا وللمشاهدين، من يناير حتى ديسمبر 2019 عدد الحالات المشتبه بها 6602 حالة، حالة الوفاة 219 حالة، معدل الإصابة لكل 10,000 2.2، معدل الإماتة لكل 100 3.3%. المحافظات المتأثرة 17 محافظة من إجمالي 23 محافظة، أي بنسبة 74%. المديريات المتأثرة 74 مديرية من إجمالي 333 مديرية في إجمالي 22%. أيضا أحب أن أنوه إلى الفحوصات التي أكدت مخبريا، من ضمنها 129 حالة كانت إنفلونزا AH1، مما يعني أنه 21% من إجمالي هذه الحالات كانت موجبة بالفحص المزرعي. نعم. طيب دكتور، يعني لو أتينا أمام هذه الحالة وهذه الأرقام التي ذكرتها، ألا يتطلب الأمر أن تعلن حالة طوارئ واستنفار على كافة الأصعدة أمام هذا الوضع؟ نعم. نعم دكتور، كنت قد سألتك يعني بالنسبة لي، مفهوم مفهوم، بالنسبة لي حالة الطوارئ أخي الكريم هي تعلن في حال كان عدد الحالات الإصابة أكثر من 15 حالة، أو في أن حالات الجزء أو الموت من هذا الوباء الجديد تعدت 7 الحالات، ونحن نتكلم لحد الآن من بداية السنة إلى اللحظة 42 حالة وليس 7 حالات فقط، مما يعني أنه حالة الإنذار المبكر أو حالة الطوارئ كان يجب أن يكون قد أطلقت في وقت مبكر من قبل الآن. نعم، إذن ابقى معي دكتور وليد، وأرحب هنا بضيفي من تعز، مدير المنظمة الوطنية للتنمية الصحية، الدكتور وليد الوتيري. دكتور وليد مساء الخير. بقيس نعم دكتور، هل تسمعني؟ ربما توجد مشكلة في الشبكة، يعني لو تحول مكانك قليلا. هل سألتني سؤال الآن أخي الكريم؟ نعم، إذا الآن الصوت جيد، مرحبا بك دكتور. ويعني نتساءل هنا يعني أمام هذا الانتشار للأوبئة، في السابق كنا أمام الكوليرا وأيضا الدفتيريا والتي ما زالت يعني حتى اللحظة، وأيضا هنا انتشار متسارع أيضا لفيروس إنفلونزا الخنازير. يعني كيف ترون الوضع الصحي في اليمن أمام كل هذه الأوبئة المنتشرة؟ والله يا أخي العزيز، كما نتحدث دائما أنه استمرار الحرب والصراع التي طال أمدها على المجتمع اليمني، هذا هو أحد أهم الأسباب الذي يؤدي إلى وجود هذه الكوارث، انهيار المنظومة الصحية وغياب الدعم اللازم للمؤسسات الصحية وللسلطات المحلية لمواجهة مثل هذه الأشياء. هو الأمر طبيعي يعني في أي بلد في حروب و حروب وصراعات، أمر طبيعي أن تنتشر فيه العديد من الأمراض والأوبئة
الفقر إلى عديد من الأشياء الكارثية. أيضا الوضع الاقتصادي المدهور الذي يعيش المواطن اليمني جزاء استمرار الحرب والصراع، وهذا كله يلقي ظلاله وأثره على صحة أبناء المجتمع. ونحن نتوقع ظهور العديد من الأمراض التي لم يكن يعرفها أبناء المجتمع، وعودة العديد أيضا من الأمراض التي كانت قد اختفت من اليمن نتيجة ما سمعناه أنه كل يوم يمر على المجتمع اليمني تزداد فاتورة المعاناة، تزداد فاتورة الكوارث التي تعرض لها أبناء المجتمع، وهذا كله بسبب الحرب والصراع المستمر منذ سنوات. طيب دكتور وليد، يعني لو أتينا لحديث الكثير من المنظمات المختصة، يعني جميع المنظمات تتحدث بأنها تبذل قصارى جهدها في مكافحة الأوبئة في اليمن، وأيضا السلطات المحلية في كل محافظة أيضا، وأيضا السلطات الصحية على وجه التحديد في كل محافظة تتحدث بأن الجهود مستمرة على أعلى المستويات، ولكن يعني نلاحظ الكثير من الحالات تذهب يوميا، والكثير من حالات الوفيات مؤخرا يعني كما يتحدث الدكتور وليد الثجيري طبيب في مستشفى بصنعاء أنه خلال 3 أسابيع الماضية 26 حالة يعني توفت بسبب إنفلونزا الخنازير. لا شك أخي العزيز أن المنظمات الدولية والمنظمات المحلية أولا وقبل كل شيء السلطات المحلية سواء في محافظة تعز أو في غيرها من المحافظات الجمهورية تبذل جهود كبيرة، جهود مضنية، في ظل نحن بلد يعاني منذ عقود، نحن بلد فقير، إمكانياتنا متواضعة جدا، مثل هذه الأمراض والأوبئة تنتشر حتى في الدول التي اقتصادياتها متقدمة، في الدول المتقدمة تنتشر الأوبئة وتنتشر الأمراض، لكن إمكانياتنا نحن في هذا البلد محدودة جدا. أيضا حجم الدعم الذي يقدم كما ذكرت في سؤالك أنه كلما قلنا عساها تنجلي قالت الأيام هذا مبتداها، كلما قلنا أنه الوضع الصحي سيتحسن نتيجة الجهود المتميزة التي تبذل من قبل السلطات المحلية، من قبل وزارة الصحة، من قبل مكاتب الصحة في عموم محافظات الجمهورية، من قبل المنظمات الدولية والمانحين والمنظمات المحلية، كل ما بذلت جهود ظهرت لنا مشكلة يعني أخرى، وهذا يعني يعود إلى أنه مثل ما هذه الأمراض نتيجة الوضع النفسي الذي يعني يعاني أبناء المجتمع نتيجة استمرار الحرب والصراع، نتيجة عدم الاستقرار النفسي، هذا كله يؤثر على المناعة الأشخاص ويجعلهم أكثر عرضة للإصابة من غيرهم في الأوقات الآن والاستقرار أو أوقات الرفاهية. يعني المجتمع اليمني منذ ما قبل الحرب أيضا لم يكن هناك المؤسسات الصحية كانت متدهورة يعني أو تفتقر للإمكانيات اللازمة التي تجعلها قادرة على تقديم خدمة للمواطن. أيضا أخي العزيز هناك الكثير من يعني الممارسات الخاطئة، التي تمارس والتي من السهولة أن تجعل المجتمع يتخلصوا من اي مرض مثل مرض الكوليرا، الالتزام بالنظافه الشخصيه، نظافه اليدين، والتخلص الجيد من القمامه، و يعني تنقيه المياه بشكل جيد باي وسيله حتى بطريقه الفلتره بقطعه قماش. ايضا بالنسبه لمحمد بناك التي انتشرت مؤخرا في تعز وتاثر بها عدد كبير من ابناء محافظه تعز، بالإمكان أيضا أبناء المجتمع أن يكون لهم دور لأنهم يمارسوا عادة خاطئة
القمامة تتكدس وفيها المعلبات المفتوحة وأيضا إطارات السيارات المنتشرة في العديد من الشوارع. نعم. هناك الكثير والكثير من الأشياء التي تجمع فيها المياه الراكدة التي هي بؤر لتجمع أو لتكاثر البعوض النافل سواء لحمى الضنك أو للملاريا أو لفيروس غرب النيل. نعم. الذي يعني أعلن عنه مكتب الصحة والسكان في الفترة الماضية. نحن في محافظة تعز وبحكم يعني أننا أحد شركاء التنمية الصحية في المحافظة ومن ضمن منظمة المجتمع المدني الفاعلة في محافظة تعز نلاحظ أن هناك مجهود مبنية يبذلها الإخوة الزملاء في مكتب الصحة والسكان. ولكن هذه الجهود أيضا لابد أن تقابل يعني حجم مجتمعي أو تعاون وتكاتف مجتمعي. جميل. للتعاون مع مثل هذه الجهود. ابقى معي. نعم إذن ابقى معي دكتور وليد، وسأذهب الآن لضيفي الطبيب في مستشفى الثورة العام بصنعاء الدكتور وليد الثجيري. دكتور وليد، يعني كيف تجدون دور المنظمات المعنية وأيضا السلطات الصحية في صنعاء أمام هذه الجائحة مؤخرا؟ نعم أخي الكريم، بالنسبة لاستجابة المنظمات الدولية ووزارة الصحة ما زالت لم تكن في المستوى المطلوب، حيث أن هي ليست جائحة أخي الكريم، إنما اسمها وباء. الجائحة لا نطلق عليها جائحة إلا إذا عدت البلد، أي إذا انتقلت من اليمن إلى بلد مجاور أصبح جائحة، لكن ما زال عندنا هو وباء خلال نفس المحافظات. الاستجابة بشكل عام من وزارة الصحة عليها أن توجه المنظمات الدولية بسرعة الاستجابة لهذا الوباء مثله مثل وباء الكوليرا ووباء حمى الضنك وحمى المكرفس أو الشيكنغونيا. في الحقيقة إذا ما لمست احتياجة المواطن في صنعاء وإذا أصيب واحد من المواطن في صنعاء ليس هناك أي مستشفى ممكن أن يستقبله، لا خاص ولا عام. سواء مستشفى واحد هو مستشفى الجمهورية حيث يوجد فيه وحدة في مركز الحميات ووحدة الـ H1N1. نعم. وأصبحت في الآونة الأخيرة مكتظة ومزدحمة جدا. صحيح أن الأطفال يساقون إلى المعالجة عن طريق منظمات في مستشفيات عالية، لكن يظل ليس هناك مركز متخصص في معالجة هذه الحميات أو حمى الـ H1N1. نعم. وندعو من خلالكم إلى أن وزارة الصحة تعلن حالة الطوارئ وتوجه المنظمات الدولية إلى عمل مراكز متخصصة ومراكز عزل في المستشفيات العامة والكبرى في العاصمة لاحتواء واستقبال مثل هذه الحالات. نعم، لكن دكتور يعني نفهم منك أن الوضع ما زال تحت السيطرة؟ لا، الوضع ليس تحت السيطرة خاصة في هذه الأيام، كان الوضع مسيطر عليه من بداية السنة باعتبار الحالات قليلة، لكن في ثلاث الأسابيع الأخيرة ذكرت لك أن الحالات الإصابة كثيرة ومعدل الإماتة أكبر، مما يعني وجود أكثر من مركز عزل متخصص في أكثر من مستشفى عام في المحافظات المتأثرة، وليس وحدة في مركز تعالج مرضى الجمهورية بأكملهم، ليس كافيا أبدا. طيب إذا ما تحدثنا عن يعني الأوبئة الموجودة في البلد كالكوليرا وأيضا الدفتيريا ومؤخرا يعني إنفلونزا الخنازير، يعني جميعها أمراض أو أوبئة خطيرة، ولكن ما هي الأكثر خطورة؟ نعم، بالنسبة للأكثر خطورة عادة نحن نقيس الخطورة بماذا؟ بطريقة الانتشار وطريقة الوقاية، فنعد المرض خطيرا إذا كان ينتشر بطريقة سريعة. ما مثلا الكوليرا لا يعد خطيرا لأنه لا ينتقل عن طريق الهواء وإنما ينتقل عن طريق الأكل والشرب، وبإمكانك أن تقي نفسك من الكوليرا بمجرد غسل يديك بالماء والصابون ويخلص كل شيء، يعني أو حتى تمتنع عن الماء يوم كامل تضمن أنه لا يصيبك الكوليرا. بينما حمى الـ H1N1 أو الدفتيريا تعد مرض خطير جدا كونه ينتقل عن طريق الهواء، فكم تستطيع او كم يستطيع احد ان يمتنع عن الهواء بضعه ثواني الى دقائق لا تتعدى، ولذلك معدل المرض في هذه الصوره خطيرا جدا على
المواطنين. نعم، لكن دكتور هنا تساؤل أخير، يعني ما هي وسائل الوقاية من إنفلونزا الخنازير؟ نعم مفهوم. بالنسبة لطرق الوقاية، عادة إذا أصبت بنزلة برد حتى لو لم تكن تظن سوى أن تحسبه عادية، يفضل تغطية الأنف والفم عند السعال أو العطاس المنزل أو رقعة نظيفة. يفضل أن تتجنب الازدحامات وأن تغطي الفم والأنف في الأماكن المزدحمة. يفضل عدم السلام بالأحضان والقبلات والاكتفاء بالمصافحة لمن رأيت فيه نزلة برد حتى لو كنت تظنها عادية. يفضل عزل المصاب وعدم مخالطة المصاب بالمرض إلا شخص واحد يقوم على خدمته ويكون لديها الإجراءات الوقائية الكافية. الحرص على غسل اليدين جيدا بالماء والصابون، لأنه أيضا ينتقل عن طريق الملامسة للشخص المصاب، وعدم ملامسة العينين والفم واليدين تكون غير نظيفتين. أيضا يفضل تجنب السفر إلى المناطق الموبوءة بالمرض، لكن نقول بأن 17 محافظة متأثرة، فماذا يمكن أن نتجنب؟ هذه أهم الطرق الوقائية التي ذكرتها لك. نعم، لكن دكتور يعني أنا مثلا كإنسان شعرت بأنني أعاني من زكام، هل يوجد شيء أو بعض العلامات التي يعني يستطيع المريض من خلالها أن يميز بأنه قد يكون بالفعل مصاب بإنفلونزا الخنازير وليس الإنفلونزا العادية من خلال الأعراض المتواجدة في الجسم؟ نعم، أخذنا سؤالك مفهوم، والحقيقة يسأله الكثير من الناس. في حالة كنا في وباء معين يشابه أعراض وأعراض مرض حميد، ينبغي أن يكون يعني إذا أصبت أنا بنزلة برد عادية، فينبغي أن أدرك أن هذه حمى H1N1 حتى أتأكد من المستشفى. نعم، يعني لا توجد علامات غير أنها الفحوصات الطبية هي التي تحدد. أيوة نعم، وأيضا هناك بعض العلامات ممكن ملاحظتها، وهي السعال. السعال يبدأ مبكرا جدا في حالة إنفلونزا الـ H1N1، بينما في نزلة البرد العالية يتأخر من يومين إلى ثلاثة. فإذا بدأ لك أعراض برد عادية بدأتها بسعال حاد، ينبغي هنا أن تستشير طبيبك أو تتوجه إلى أقرب مستشفى للتأكد من الأعراض، كوننا نعيش في وباء. نعم، إذن أشكرك جزيل الشكر على هذا الإيضاح، الطبيب في مستشفى الثورة العام دكتور وليد الثجيري، كنت معنا من صنعاء، شكرا جزيلا لك. إذن أعود لضيفي من تعز، مدير المنظمة الوطنية للتنمية الصحية دكتور وليد الوتيري. دكتور وليد، إذا ما تحدثنا عن السلطة المحلية في تعز ودورها في الحد من انتشار الأمراض، يعني هنا السلطات الصحية على وجه التحديد، يعني كيف تجدون دورها؟ أسرت سابقا هناك يعني جهود مضنية، الزملاء في مكتب الصحة والسكان يبذلون جهود ليلا نهارا. غرفة عملية الحميات التي أنشئت منذ بداية انتشار الحميات الموسمية وحمى الضنك ظلت لي ما يزيد عن شهر ويزيد، وحتى الآن وهم ليلا نهارا يقومون بأعمال في الميدان وفي غرف العمليات والترصد الوبائي وعملية الرش الضبابي وغيرها. وهناك أيضا الآن جهود تبذل وغير سابقة، هناك جهود كبيرة. ما يعرف عمل هذه السلطات بالذات السلطات المحلية بشكل عام، يعيق يعني عملها هو عدم توفر الامكانيات بشكل لازم، لانه كل يوم الامكانيات التي الامكانيات المطلوبه اليوم غدا لا تكفي. كل يوم الاحتياجات وايضا التكلفه تكون اكبر، لانه كلما انتشرت الحالات وكلما ظهرت امراض جديده يتعذر على هذه السلطات ان تقوم بواجبها على اتم وجه اذا لم يكن لديها الامكانيات اللازمه. نعم. وايضا غرف العمليات المستمره التي تراقب والتي تمتلك الامكانيات للرصد والتحري وايضا عمل التدخلات في الوقت المناسب والزمن المناسب والمكان المناسب لعدم انتشار هذا المرض لأبناء المجتمع.
فالسلطات المحليه بشكل عام في تعز تبذل جهود كبيره في اكثر من جهه في الصحه، سواء في الصحه او النظافه والتحسين او المؤسسات المياه وغيرها وغيرها من المكاتب، لكن قله الامكانيات هو الامر الذي يجعل عمل هذه المكاتب او عمل هذه الجهات اشبه بالمستحيل. وهناك ايضا لا يشكر الله من لا يشكر الناس، نحن نلمس انا كمنظمه مجتمع مدني المحايده نلمس جهود طيبه، جهود كبيره، ننظر عن كثب لجهودهم وهم يقومون باعمال كبيره، لكن في ظل هذه الاوضاع يستحال على منظمه او مكتب صحه او اداره او سلطه محليه ان يقوموا بالتدخلات على اتم وجه نتيجه الوضع الحالي والتي او الذي تحدثت عن معوقاته في سياق حديثي معكم، اوضاع اقتصاديه مترديه، حاله نفسيه مضطربه لدى من المجتمع، ايضا عدم توفر الامكانيات، ايضا شحات الموارد، ايضا يعني مثل ما هذه الاوضاع تجعل كل الاعمال التي تبذل تذهب سراب نتيجه تراكمات، نتيجه ايضا انه نسبه المرضى ترتفع وتزداد في تعز الوضع، يعني يحتاج الى المزيد من الدعم. جميل، اذا وضحت الصوره. السلطه المحليه والقطاع الصحي بشكل عام، وايضا جهود ابناء المجتمع لابد ان يكونوا عونا لهذه الجهات. لابد ان يكون عونا لهذه الجهات، خصوصا بما يتعلق بدور ابناء المجتمع يعني تشكيل اللجان المجتمعيه، تعمل اللجان المجتمعيه على تسهيل عمل الجهات الحكوميه، وايضا المساهمه في توعيه الناس والمساهمه في يعني ال مساعدة هذه الجهات على قيام واجبها على أتم واجبها. وضحت الصورة دكتور. أنا أناشد أبناء المجتمع بالالتزام بالسلوكيات الصحية اللازمة وتحفيز الأسر وأبناء الأسر من رب الأسرة ومن أي إنسان يعني لديه المعرفة، أيضا أن يوجه أبناء خصوصا الأطفال والناس الأكثر عرضة للإصابات، يحق يوجههم الى السلوكيات الصحيه الصحيحه. نعم. لكي يتجنبوا انتشار العديد من الامراض التي ظهرت خلال الاونه الاخيره. وضحت الصوره دكتور وليد، اشكرك. السلام عليكم. اشكرك الدكتور وليد الوتيري مدير المنظمه الوطنيه للتنميه الصحيه، كنت معنا من تعز، شكرا لك. ومشاهدينا نكتفي بهذا القدر، وننوه هنا بانه يعني يجب الالتزام بكل ارشادات الوقايه من هذه الأمراض كالدفتيريا وإنفلونزا الخنازير والكوليرا. هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتقكم أنتم كمواطنين في يعني الالتزام بالإرشادات التي يعني توقيكم من الإصابة بهذه الأمراض. وفي الختام نتمنى السلامة للجميع، وتقبلوا تحياتي وتحيات أفراد طاقم العمل حتى الملتقى، في أمان الله.